يقول هل سكوت العلماء مثل صالح الفوزان سببه الخوف على أنفسهم أو سببه منع التداعيات المترتبة على كلامهم؟ لا هذا ولا ذاك، سكوتهم لا ما هو سكوت بالمناسبة، هو السؤال غلط، هو ليس سكوت، هو قول الباطل. رجل يدافع عن عدو للإسلام، يدافع عن خاين، يدافع عن كذاب، يدافع عن منافق، يدافع عن من يرمي المصلحين في السجون ويرتكب كل المنكرات والظلم والطغيان المنهي عنه شرعا، فكونه يدافع عنه هذا الدفاع ويسب ويشتم ويحارب من يعترض عليه، هذا ليس سكوت. المشكلة يعني لو كان ساكت تحملناه، لكنه ليس سكوت. يعني المصيبة التي أصابت مشايخ السلطة أنهم السكوت الذي هو يستحقون به اللعنة تجاوزوه إلى الثناء والدفاع عن الحاكم وسب وشتيمة والتشكيك وتخوين وتجريم من ينتقد الحاكم. هل هذا يبرر بأنهم والله خوف على أنفسهم أو منع التداعي؟ لا لا أبدا، هؤلاء يتبرعون ويتسابقون فيما بينهم للدفاع عن الظالم. خيانة، لا هي خوف من هذا ولا ذاك، ولو وقف أمامهم في بيئة حرة ما هم لا يرضون بمناظرة. لو وقف معهم أحد المشايخ في بيئة حرة لهزمهم خلال دقيقتين، أنه لا يمكن أن يبرر هذا لا بخوف ولا بالتداعيات المترتبة على ما صدر منهم.